أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج فنجان علم. وحلقة اليوم حقيقة مهمة جدا جدا، لأنها بتتكلم عن مرض في غاية الأهمية، وهو مرض السرطان، ومش أي سرطان، سرطان الرئة، ونوع معين كمان من سرطان الرئة اللي بنقول عليه سمول لانج كانسر، وده من أكتر سرطانات الرئة اللي هي منتشرة وكمان شرسة جدا جدا، ولا تستجيب بسهولة للعلاجات اللي موجودة، وكمان عندها خبث غير عادي إن هي ممكن بعد ما تستجيب للعلاج بتعمل عملية إصلاح للي حصل فيها، للهدم اللي حصل فيها بسبب العلاج الكيماوي، شيء عجيب جدا اللي بنسميه خبث ومكر الخلايا الورمية. فتقوم ده يؤدي إلى إن الخلايا الورمية ترجع تاني وتعمل بؤرة ويرجع تاني الورم، اللي بنسميه الريلابس أو الريكرنس. فدي مشكلة بتقابل الأطباء وحتى الباحثين اللي بيشتغلوا في المجال ده. كان في علاج اسمه سايكلوفوسفامايد، مشهور قوي، بيستخدم في علاج سرطانات تانية، ولكن كان بيستخدم في سرطان الرئة وبعدين توقف نتيجة للأعراض الجانبية الكبيرة جدا جدا، واستبدل بعلاجات أخرى، ده طبقا طبعا للقراءات في هذا الموضوع. استبدل ليه؟ عشان العلاجات الجديدة بتدي نفس تأثيره بس ملهاش آثار جانبية جديدة على المريض. وتقريبا الناس نسيوا شوية الباحثين أو استخدام هذا العلاج في حالة سرطان الرئة. إيه الجديد بقى في البحث ده؟ ده مجموعة من الباحثين من جامعة واشنطن، ودي جامعة في أمريكا سان لويس، جامعة معروفة جدا ومن الجامعات المرتبة ترتيب عالي جدا عالميا، ونشروا البحث في الكانسر ديسكفري. لقوا ايه بقى؟ لقوا ان ممكن رجوع الى علاج السايكلوفوسفامايد ويعالج بعد جرعات معينة السرطان الرئة، ولكن مش لوحده. لا، طب القصة دي حصلت ازاي؟ اكتشفوا ان اكتشفوا بروتين مهم جدا جدا اسمه RNF11-3E. البروتين ده وجدوا ان هو بيزداد التعبير بتاعه او مستواه بصورة كبيرة جدا جدا لما في الحالات المتقدمة من المرض، وبيبقى موجود طبعا في الورم فقط وليس في الانسجة السليم. دي اول حاجة. الحاجة الثانية، وجدوا ان في بروتين تاني اسمه SMYD3، هو اللي بيتحكم في انه يزود او يقلل ال RNF11-3A. دي كانت تاني ملحوظة. تالت ملحوظة، ال SMYD3 زيادته مرتبطة بزيادة اصلاح الورم للهدم اللي بيحصل من العلاج الكيماوي، وفي نفس الوقت كل ما المرض بيزداد بيكون زايد، ده معناه ان هو مرتبط يعني ارتباط طردي. وبعدين كمان وجد ان هو لما هو اللي بيتحكم في ال RNF113E. وبعدين الجميل بقى، يعني فريق البحث ده وجدوا برضو ان ال SMYD3 مش موجود على الخلايا السليمة، يعني متخصص فقط للخلايا الورمية، وبالتالي ممكن يستهدفوه. فعملوا ايه؟ قالوا طب ما احنا ممكن ده لو عملنا تثبيت لهذا البروتين اللي هو مسؤول عن إعادة الورم ومسؤول عن عملية الإصلاح اللي بيعملها الورم بخبث، طب ما احنا ممكن نشوف علاج يعمل له تثبيت ونعالج بالعلاج السايكلوفوسفامايد الاثنين مع بعض. وفعلا عملوا كده. عملوا ايه؟ جابوا فئران تجارب، فئران مهندسة هندسة وراثية، بحيث انها تقدر تستقبل الخلايا السرطانية من الإنسان. جابوا خلايا سرطان الانسان وحقنوها في ثلاث او اربع مجموعات من الفئران. المجموعه الاولى ما خدتش، خدت الورم بدون ما تاخد اي علاج. المجموعه الثانيه خدت يا اما سايكلوفوسفامايد الون لوحده يعني، او العلاج الجديد المثبط للاس ام واي دي 3، او الاثنين مع بعض. يعني
سايكلوفوسامايد مع المثبط للاس ام واي جي سي. وبعدين شافوا قاسوا الورم وقاسوا حاجات كتير، قاسوا طبعا مستويات البروتينات اللي انا قلت لحضراتكم عليها ديت اللي هي الار ان اف والاس ام واي دي 3. وجدوا الاتي، وجدوا ان السايكلوفوسامايد لوحده او المثبط للاس ام واي دي 3 لوحده قللوا الورم، بس الورم رجع تاني. اما لما حقنوا الاثنين مع بعض والسايكلوفوسامايد كان عند جرعه اقل، لا الورم انتهى وما رجعش تاني خالص طول فتره التجربه. فده طبعا فتح شهيه الفريق البحثي ان هو يشتغل بعد كده على كلينيكال ترايل فيز 1 ويعيدوا استخدام السايكلوفوسامايد مره اخرى عند الدوز اللي هم قالوا ان هي ما بتعملش سايد افكت مع الدراج الجديد. وبالتالي طبعا ده هيحيي او يعيد الامل في ايجاد اسلوب علاج جديد لعلاج سرطان الرئه اللي هو من نوع سمول لانج كانسر اللي هو شرس جدا، وبالتالي ممكن جدا ده يبقى افضل من العلاجات الجديده. فانا معجب جدا جدا بهذا البحث لانه تفكير خارج الصندوق، ووصلوا للبروتين اللي هو ممكن ان هو لو تم وقف حاله هيقف حال الكانسر بخبثه ومكره. فتحيه لهذا الفريق البحثي من جامعة واشنطن، والبحث ده منشور لسه في أكتوبر هذا الشهر في الكانسر ديسكفري. وتحية للعلم، زي ما أنا دايما بقول تحية للعلم والعلماء المخلصين اللي بيشتغلوا دايما خارج الصندوق. وتحياتي لحضراتكم، واللي عايز مزيد من المعلومات هيتحط اللينك بتاع البحث في الفيديو، ونلقاكم في حلقة أخرى من برنامج فنجان علم، وكان معكم دكتور محمد لبيب. تحياتي.